دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله السابعه من الدوري الاسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالأمانة العامة للجامعة العربية هتعقد اجتماع لوزراء الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للتباحث حول قضية الأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية في العالم العربي. النهاردة هيحيي عازف البيانو الشهير رمزي يسا بالمتحف القومي للحضارات حفل ساهر يقدم فيه عدد من مقطوعاته ومؤلفاته الموسيقية والعالمية. يذكر أن رمزي يسا عازف بيانو عالمي ولد في القاهرة عام 1948 وتخرج في الكونسرفتوار في القاهرة ثم معهد تشايكوفسكي في موسكو، وعاش واستقر في باريس ويعمل أستاذ للموسيقى في جامعات فرنسا، كما يعمل كعازف بيانو متميز في الأوركسترات العالمية. النهاردة واحتفالاً بالمولد النبوي الشريف بتقام أكبر احتفالية دولية بعنوان دعوني أناجي حبيبي ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر الساعة 8:30 مساءً، وده بمشاركة أكبر تجمع من فرق الإنشاد وفن السماع والمقامات الروحية والرقص الصوفي المولوي من مختلف ثقافات الشعوب. النهاردة العشاء الدوري الأسباني موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة السابعة من عمر المسابقة. يلتقي أشبيلية مع ألميريا الساعة 8 مساءً، وفي العاشرة والنصف ليلاً هيلتقي برشلونة مع ريال مايوركا.